أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري السعي للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة لبنان. البخاري الذي تحدث بعد وصوله إلى مطار رفيق الحرير الدولي كسفير معتمد لدى لبنان بعد تعيينه رسميا في هذا المنصب من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لفت إلى أن بلاده سائرة على تحقيق رؤيتها بأن تكون وطنا قويا باقتصاده وأمنه. نستلهم من قيادتنا الرشيدة بحكمتها وتوجيهاتها العمل على تطوير أواصر التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وأن نسعى جميعا إلى الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة لبنان. أود كذلك أن أتقدم بالشكر إلى أصحاب السعادة السفراء على حضورهم وكريم استقبالهم وحفاوتهم، ساعيا إن شاء الله إلى أن نعزز روح العمل العربي المشترك لتحقيق رسالتنا السامية في لبنان. أود أن أؤكد لكم أصحاب السعادة بأن المملكة العربية السعودية سائرة بعون الله تعالى على تحقيق تطلعاتها ورؤيتها بأن تكون المملكة وطن قوي باقتصاده وآمن ومصان، وأيضا نسعى إلى شراكات عالمية طموحة وعلاقات دولية قائمة على ثوابت راسخة، كل ذلك من خلال دبلوماسية سعودية مستدامة ترتكز على قيم إنسانية لتحقيق الأمن وتعزيز الأمن والسلم الدولي. وكان في استقبال البخاري في المطار شخصيات دبلوماسية وسياسية هنأته بمنصبه الجديد.